ما تشامبيونزليغ ما تمشي فيها صاحبي. اقسم بالله العلي العظيم الدري من هولندا صاحبي هو اللي كان، هو اللي كان هز لي الفيديو ترجموه ورماه في واحد التكليسي دولار، والله الا سرد لي اقسم بالله الا بضراري كان كيتفرج فينا اقسم بالله. ايوا شتي اللقطه اللي قلتي له؟ شوف اللقطه اللي قلتي له انا اللي حط عليا يد والله يا با كيما بغا يكون اقسم بالله الا كتب اوكي انا نساني دابا نصرد لك في الواتساب زعما قلنا اوكي والله الا كان كيتفرج راه كنت كطلعوا لي ما كان بدر هاري كي كومونتي كي كتب صاحبي راني كنت كنشوفه ما صاحبي راه كان كي كومونتي اي داك كي كومونتي والله هذه العاده واش تفكر تسكري ما صاحبي دبرنا عليها هذا الحجر الصحي. الانسان هو اللي يدبر على كرو شي قتله ما كاين ما يدبرش. واش صيفطوا لك واش صيفطوا لك السكرين ولا ما صيفطوش؟ حتى انا كنتفلى عليك راه كان كيمونتي بدر هوريك قبيله كان كيكومونتي اصاحبي اقسم بالله العظيم الا كان كيتفرج المهم يا انا يا انت دبرنا عليها نيجا انا خيالي والله الا كان كيكومونتي راني شفتو كان كيكومونتي انا اصاحبي واش انا ما قلتهاكش راه كانوا كيتقراو لي كومونتيرات اصاحبي وانا كان كاتب شحال من كومونتي. المهم اخوتي المهم دابا شتي بدر هاري زاد يزيد يتغزنيش ديت له مليون ونص ودرت له فيديو ضحكوا عليه هولنديين والمغاربه وزدنا طلعنا انا وهشام بقينا ما كنخافوش الله ما عاد نزيدو نقودوها فين راك بدر هاري يطلع طلع طلع والله الا كان كيكومونتي راني قلت لك راه كان كيكومونتي راه السكرينات دابا يطلع عندك راه كان كيكومونتي اقسم بالله الا خلاص وصافي غادي نمنعو الا منعنا بكورونا تيزدنا بدرها ومني شبكناش واش من بدراري ولا بدرا ما نعرفش واش بكناش بكناها زيد نشبكوها في كل شيء زيد شي جوج اخرين شكون هما عاود شكون قال لك كونور ماكريغور كان كونور ماكريغور فيه 60 كيلو حيد عليا راه ناكلو فيه 95 كيلو حيد عليا راه هو كيلعب دور كبير ماكريغور والله يتلعب كونور ماكريغور هذاك صغير والله تلعب في اسوار دامور طاقي شوف عيط شوف زيد شبكه ما نشبكوها عاوتاني شي واحد نشبكوها معاه شكون باقي حتى حبيب حبيب نشدو من داك الودنين اللي دايرين هكا مقلش نجبد ملو او دين فريد حنا كنلبسو الاطي دا ضاربين حبسنا شكون شكون ما نشبكوها عاوتاني شكون ابو شكون شكون ابو زيد هذا اللي نشبكوها معاه عاوتاني شكون صافي ربي خويا صاحبي هذاك ولا اني لا درها والله عندوخ بزيك قد كل شيء ولا شنو ما فهمتش حتى ربي ما نعرف على شي واحد والله انا حتى كيتلاقى هشام ملولي وبزيك بحال اللي كتقول ستي حد السوفيتيه مع روسي خلاص خلاص فيديو تقدم دوخ لي بلاد طاقي عاوتاني بدرهاري طاقي وبدرهاري تطاقيوه طاقيوه بغي يسمع يسمع نوكا ياك هو كيدخل لي الناخي حنا رانا مقودين ومقود علينا شمشي بدراري ولا راه كان كيشوف قبيله في اللايف اصاحبي راه واقيلا دابا يكون كيشوف راه كان كيكومونتي اصاحبي هو زعما الصراحه الله شافنا وسمعنا وخرات بينا بالو لقى بزاف لي شي كومونتير انا ولا لقى بزاف لي شي ميساج خي هشام انا دابا مع الحياة وكذا وقدري راعي وكذا وجهي حتى زاد بعيده دابا انت في كازا ومتريني واقف والله ما عاد بقى تظلم ضا معاك بالله هاني هاني ابو سيك هاني مرسي شو مرسي واش ماشي كومبا زعما هكا على الله ندخلوا منا شي 5 مليار واخا ربحنا ولا خسرنا هذا خي هشام دابا انت في المخزن ديما هز معاك الفردي وما خايفش اشنو ندير انا باش غادي نضرب انت ديما عندك الفرد واخا يجي لي باش بدا عليه السلاح ربي يخدم وانا دابا شوف دابا بوزيكا دابا بوزيكا زعما ما يديرش معايا حتى شي كومبا كنطلعوا منا شي 10 المليار تحدي ولا والو هذا خير راه هشام راه كيسمع دابا راه يمشي يجي لك الكازا يقول لك السلام عليكم ها هو ذا كومونتا عاوتاني هما كيقول لك راه كيكومونتا حلب الله الا كيكومونتي والله وكان كان كيكومونتي والله تنخرج لك اخايا بدر هاري يعني عندك نجيب لك الله تخلع عليه داك تقريعه ولا حنا الشرطه حنا بوحدو الا انت كتقرعو بالماء
هو كيكومونتي بدراري عاوتاني قال لك ها هو ما هو فين هو فرا يلا فرا دابا نديرو انا وياه في شي جهه نتلاقى دابا بدراري اعطيني اللوكيليزاسيون اطلق لي الدراري اللي فيسبوك الدراري اللي فيسبوك اللي بغى يدخل لايف يدخل الانستغرام انا غنقطع اللايف في لاباج واللي بغى يدخل يدخل يلا اللي بغى يجي يكليكي في اللين راه كاين تما في الفيديو في اللين في اللايف ويدخل عندنا الانستغرام انا غنقطع اللايف من الفيسبوك بدر بدر هاري الا كتسمعني سردي الكوليزاسيون في الواتساب شنو يسرد لك؟ كوليزاسيون داك ولا الكوليزاسيون ولا شنو هي؟ شنو يسرد لك ابو يزيد الكوليزاسيون؟ شنو هي؟ يسردها فين ما كنمشيو حنا ما كنخافوش من فاكانس حنا متهودين ابو يزيد قال لكم يسرد لهم الكوليزاسيون شنو يسرد لك ابو يزيد الكوليزاسيون؟ انا غنشوف غنشوف اللوبيات فين راه مواصلين كيكون داير اللايف دابا هذاك دابا غادي نديرو لواحد الفيلم اخايا ها هو راه دابا شوف شحال طالعين هشام شوف شوف شحال طالعين وحنا كنتخانقو مع بطل العالم شوف شحال واصله شحال 64000 64000 و 500 64 كاع ما رجوله بالله انتوما بالله و 64000 كنا طايفين مع كره ارضيه على قدان السكر طرف 75 ما وصلش السكر حنا دبرنا عليها مع بدر هاري بطل المغرب بطل العالم في الدق وفيه 3 متر ومريض قول قول لهاد الدراري الصغار شوف هما الدراري الصغار هما دابا هادو باقي باقي لهم 15 يوم وتقيت من النمله هادوك سيمو لا هادوك الدراري ظريفين حتى هما لا مشات صافي قاسم قاسم كورونا 15 يوم غادي يتاداو غادي تلقاهم خارجين في السكرين دابا دير الماتش بوزيكا بوزيكا كنسمعك بوزيكا عرفتي شنو غنديرو عرفتي شنو غنديرو واش عرفتي شنو غنديرو عرفتي شنو غنديرو يلاه قول شنو غنديرو مرحبا سير معك انا معك فيت في اخي 67 فيت في عاد دابا كانت 64 شوف الاخر غندخل نشبكو عندو في الكومونتير نشبكو عندو في الكومونتير طلعنا طلعنا شوف واش طلع شي واحد فينا انا مبلوكين اخويا هشام شكون هو هذا مبلوكيك واه مبلوكيني انا كيخاف مني مشكلة هادي اصاحبي انا ندخلو انا وياك عندو نتيسو في لي كومونتير لا بغا يطلع شي واحد فينا على الله والله الا مبلوكيني انا اقسم بالله العظيم الا مبلوكيني طلعني عصير والو ما بغاش يطلعني لا ما تقولوش هكا الا باغي يطلعك قل للدراري هادو كاملين هاد 5000 كاملين يتبعوك عليا اللي ما عندوش خصني المهم باش داخل هو شوف 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 الدراري ها باش داخلها نوفل تدير له الاشهار نتايا ودي راه دايرين له الاشهار بلا اشهار دابا حنايا علينا حنايا سمعنا خويا هشام هادي تمشي نتايا تهضر هو دابا شنو كيعجبو كيعجبو اللي يهضر معاه بصفة بنت فهمتي قول لها صوفيا خيتي طلعيني وانت ما تهضرش قولوا لها طلعي الملولي طلعي الملولي طلعي الملولي وانت يا راه ماشي كومونتير قول لها طلعيني نطلع معاك اخيتي وهضر معاها مزيان وشويه عاد دقدق لموها الوالدين وهادي بقى في التاريخ ما تبغيش تطلع لي ما يبغيش لا ما تبغيش لا ما عرف هادي المخاطر عاوتاني كي كومونتي عين عين راه قال لك بدر هادي كي كومونتي فرا فرا يلا عندك تقوا عاد نمشيو لصوفيا الطالون فرا بدر هاريك فيه 3 متر وما كيبانش فين هو بدر هاري فين انا كندخل نشوف زعما الله يبان ليا من هنا انا غادي نشوف غادي نشد جمال ونقول له شوف لا ما تبقى كتفنفن خدمة الدراري الصغار باش باش دخل هو مازال مازال مطلع عليك دراري مازال مطلعهم لا لا امسح امسح شوف شوف بوزيكا ابو زيكا دراري دراري سمع سمع دراري اللي هنايا في اللايف دراري اللي هنا في اللايف انا ندخل عنده انا ندخل عندها ولا عنده تبعوني كاملين بقاو تقولوا طلع الملولي طلع الملولي طلع الملولي كاملين انا نبقى نقول طلع لينا خيتي وانتم بقاو عليه طلع الملولي طلع الملولي طلع الملولي صافي تشهرتي هشام الملولي في تازه تشهرتي واحد الفان
خويا الله يحفظك. سمعتيش ما تدخلوش ما تقولوا لا عصير لا والو، هضرنيش نقول له صوفيا طلعينا اخيتي، وكل شيء يبقى يقول له طلع من اللولي، طلع من اللولي الدراري. حنا الدراري كل يبقى عليه طلع من اللولي، طلع من اللولي، طلع من اللولي، طلع من اللولي، صافي. انا ما انا ما نخرجش من اللايف، انا نشوف نبقى في اللايف انا ندخل من هنا انا ندخل نقول له طلع من اللولي، نبقى طالق اللايف يا عيني. شتي لا طلع قول له مالك مع بيزيكا، وعلاش ما بغيتي، علاش بلوكيتي وما بغيتيش تطلعو وكذا وكذا، هو هو فان ديالك ما دي بغيش يهضر ديما، ما كيبغيش بتسميتي، ما بغيش يشرب. قول طلع الملولي، قول طلع الملولي. ندخل لهذا مصمم حتى هو طلع معاه. اه هشام، هشام اه مثلا اللايف صار اللايف. قال انا كان كومونتي اللايف راه فيه 77 كا صاحبي. ها هو والله اذا تقدروا. ها شوف احنا دخلنا. ها شوف شوف الحبيب قلت لي انا كونيكسيون هاي يمكن تتسالت لك. قال لك صاحبي غادي اللايف صاحبي. ها هو ياك 77 كا واصل. هاد الحزق اللي معايا. اه واش معاك؟ ما عرفتش واش اللي كان يقولهم 79 كا. احنا غير قلت لي طاش كانت واش توب دوتو الروين. يلا لا لا والله يلا احنا ليش تكرمت قبعته؟ انا بيش حوايج صحابتي صحابتي انا بيش نوبي دوشي اش ياش اسوك سولني صوفيا انا ما مراتي نادو ما كيقولش قاتل الله ايه كتديرش قبعته ولا انا زال ما عنديش الفلوس واخد الله العظيم وما دار انا بزازل والو، ولكن كان عندي واحد بزازل ديال التليفون نتاعو نجم شي سمعك معاك. انا ما كان عندي فلوس تقدمت ليا قلت على شنو ندير؟ انا ندخل في الابليكاسيون دخلت واحد الموقع سميتو تشاتش. تشاتش واحد من قريب اش يمكن الخير كتبوا هنايا في اللايف طلع الملولي عندك؟ اش يمكن الخير كيكتبوا هنايا طلع الملولي عندك في اللايف؟ كل شيء كتب طلع الملولي. ما انا راضي ما كونكسيون ثلاثة هو ثلاث سنوات الكوليكسيون. انا صاحبي في كيسر لي 30 درهم درايف واحد صاحبي بالتليفون من الانترنت. الناس كيعبوا من الانترنت، غير الحازق هو اللي كيخرج يشري وحك سنسيني بالحك الوسخ وحك التعبئه حك سولتك حك ضربت نسيت انا كنت كنطيح الهضره. والله ما كيقولش ابي هذه مراتينا صاحبي اخي هشام راه قليل اللي عارفو دابا فهمتي، عندك ما عارفينهش باش داخل هو فهمتي، خاصك تسرد الملي انا عاد كيخدم 87 كا ولا ما نعرف وما عارفينوش ما كيديروا راسهم زعما ما عارفين حتى حاجه وما كيعرفوا جد النمل فين جا، كيعرفوا الذكر ديال النمل كي كيديروا له قيسي زي تبيع ولا ما واه الا طلعك يا خيا هشام والله الا مشينا بعيد بالله بدر هاري ومشى ينعس. مشكلة والدراري اللي معاه راه ما تنحطوش. لا لا هشام هشام هشام
راه سال اللايف سال اللايف غنبقاك ما سالاش جميل يمكن تيا خرج خرج واو عين عين خرج 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 دير موضافيو قلت له كوكو طلعنا عندي ديك الغارة لكن يكون شو سالمة قالت لك ضحكنا بيزيكا واش انا المعجون حاضقين كتقول لي ضحكنا ما قدكش الضحك اللي فينا بضرارة تيجي نفطنا التسعين كواصل لايف عندهم الشريف فقلت لك اجي نحيد حوايجنا والله تيطلع المية ويلي يا اختي ويلي يا اختي غنمشي ندق على واحد الجرة تعطيني بزازلة خد دري نسك نيش يقول له طلعيش شو مشاو ما ولا عرفت اخي هشام شوف شوف غادي نبقاو نوريوهم هكا غادي ندير الاكس ان ندخل ندير الاكس ان ونديرها في اللايف والله تيطلع اللايف اقسم بالله لا لا العادي جاب كيدير اش تقول بنات وقت هشام انا نزيد نوريوهم عين عين انا غادي نوع لك اللايف ها اللايف غادي يطلع عين عين اتفرج دابا اللايف مو كيدي طنطن هايك فقط لا هذاك بزاف ويلي 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 شنو ديال بزيغا ندوز لكم غير القصه بزيغا انا بزيغا احنا والله لا ما نضيعوش الكليان ديالنا والله تنفطوا الدراري شوف رجع 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 بارطاجي اللايف يطلع على الاخرين شتو مشاو تركبهم الاولى تما صافي معي بدل طلنا في اللايف شتو مشات ما ولات انا جاي هاي مشكله يا ابو زيغاسنا يلا دغيا يا سماع دغيا 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 هاي دابا لا ما 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 90 كيلو والله كنت اخي هشام لي كومونتاج جم تبلوكا ما نعرف اخويا والله ما نعرف لي فيو لي كومونتير بزيغا هبط ولا يطلع ولا نخرجوا ولا شنو نخرجوا ندخلوا لا راه مزيان اخويا هما كيكتبوا الناس بزيغا نسيتي اخوك البطل اخويا نو انا والو تبلوكا عندي كلشي شحال لي فيو واصله تتبان 4893 ولا كتبان لي غير 3000 هنا الله راه طالع والله الا راه طالع اللايف راه 4841 هو دابا انا تبروك عندي المشكله هادي راسك دير راسك انا مطلعك في اللايف راه قريب ل 5000 صحاب الخامس شو شو القف ديالي يا هشام ضوي ضوي اجي زواك زواك شو انا قطع عندي شنو سميتو زواكت زواكت والله الا عندك خاطر خاطر ما كيبان والو ها هو شوف شوف بحال طوموجيري شوف زلبه زلبه سير 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 مشكله دابا يا صاحبي دابا اللوبيات غلبونا بيزيكا صاحبي عاودتي هاد الوقت عطيه لي لما خويا هشام والله العلي العظيم والله مشكله بالله ابو زيكاطا ومازال مازال في زيكو بالزطونه الا ما قتلناه مش هادي بالزطونه نيش انا خويا هشام مشكله صح والله الا مشكله بالله شو سميت لقد زريكت ولا بزيكت شو سميت زويكت 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 عمرو سيد والله الا قبيله جبت له طوبه عايشه وما ما داهاش فيها كياكل ديال المويه الكروكيت جبتي له طوبه لا لا طوبه انا باش نتفرج ما داهاش فيها كاع زي قاد دبرتي عليها صافي قدلوني اللوبيات صافي ملي حنايا عندنا 5000 واللوبيات عندهم 90 عيد عليا اخويا
عرفت اخي هشام هاد اللقطه فين تلاقى دابا فين هاد اللقطه فين دارت لي فراسي بحال اللي ماشيين انا وياك بشي ايركات عطي الله 400 في الكونتور ماشيين عطي الله اللي في قلبه وشويه صوفيا الطالوني دازت بشي بي ام ولا بشي استو مارتين داز داك وحنا جبنا الله حابسين ونزلنا نبولو عرفونا غير بلا علاش حيت هما لي فان ديالهم حيت هما لي اللوبيات ديالهم في شكل حنا الرجال اللي عندنا والو ما كيبارطاجيو معاك ما تلعبها هما القلب على القلب خيشم خصك بحال دابا تجيب شي واحد شي دري يكون صحيح ويكون مسكين ما هانية فهمتي قول له دي ندير معك اللايف وبقى عليه بالدق والله تيطلع اللايف اقسم بالله لا وبقى كتنفذو ليش بقى عليه للراس الدورة دابا هذا غير الله ما نكذب عليه دابا هذا غير حماق هذا دابا وحق الله من اللوبيات دابا 90 كا وحنايا هكا صار شي شنو بحال اللي كيقول لكم اللي حاكمين العالم هذا هو الموضوع ديال غدار ماشي فيديو في اليوتيوب وعطي المهم الشحط اللوبيات راه من اللوبيات قراب اللي استعمروا مش حمق اللوبيات راه شادين شي مناصب بلا ما نخسر الهضره شي مناصب ما عرف كي دايرين بغيتي نصدق هضر في اللايف بغيتي نصدق مدبر عليها واش تحمق وري هذا خصني نشوف هذا وري عندهم مناصب هذا ها اللوبيات عاوتاني لا هذا مش اللوبيات لا دار عرفتوه هذاك اندريو كيعرفو تسخط هذا راه ماشي واحد راه ثلاثه عرفتو اندريو مشكلة هذه دابا حق الله المشكلة عاوتة بوزيكا دبرنا عليها بوزيكا حق الله دبرنا عليها بالله صافي هذنا دبرنا على بدر هاري عاوتاني غدا عاوتاني أبو زعيطر أبو زعيطر مسكين والله إلا سرد للمغرب عرفتي شنو سرد لهم ديال داك لي زاباري ديال الدواء وداك النفاسات والله إلا طريف مسكين أبو زعيطر واش جا بدر هاري عاوتاني قال لك هو جا بدر هاري هذا يمكن ما بغاش يطلعني ما الدراري ما بغاش يطلعني قريته الدري كنكتبها طلعيني اخيتي ما بغاش يطلعني عادي كل قول دابا هذا الحادث استقرار 400 مليون عاون وبدر هاري تا هو رويج والله الا 400 مليون عاون بها المغرب مسكين واش دير خلينا اش من بدر هاري رويج اللي كتسايس معاه دابا كتبقى انت يا بوسيكا كتبقى تبخ الداوي سمعتي داخل في اللايف وانت تبدا غيش انت مخزن انت فيك 12 شهاد باغي تدبر لي الرسمي فاقر ويهرسني من العمود الفقاري سير ابو زيك انت سمعتي بدراري كاين في اللايف وانت تقول لي ابو زيك انت بدراري رويج العشرة هكا والله الا وعطى 10 المليون ودار والله تنقودوا مع السويع مسرد للمغرب 200 مليون وحنا ما مسردنا حتى 20 درهم اخي بدراري والله الا عقلت عليك بالله 400 مليون سرد وابو زعيطر شرا داك الالات ديال ابو زعيطر شرا لنا داك الجوطيه وزردها لنا ناقصين نكبر على داك الكرجه من ابو زعيطر شنو دار ابو زيكا ما منين دبر داك الكرجه ديال الجوطيه وسرد لنا داك الصبافط وواعن ابو زيكا هذيك الالات ديال التنفس تكون دايرهم تتخنق والله العظيم كنت بعدا سرد لنا السبردينات وداك الكوكوطات نعاودو فيه بالبيع بوزيكا اشوفي كتهضر على شي ابو زعيطر ولا اللايف كيطلع المهم باغيين يهبطو لنا للكاج يقول لي شنو دار المهم شنو دار بوزيكا شنو دار اسمي دابا اوغل كسميتو بدر هاري مسكين حتى هو عاوتاني شحال كي ديال شحال كلا ديال الديريكتات وشحال دركل وشحال ديال البيمت وكذا حتى اللي كتقبض فلوسك وكتسرد للمغرب راه كيعطيو لنا وكيدعيو فينا هادو ولاد هادو تابعيننا بصحتنا بوزيكا لا 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 مال ابو زعيطر شنو دار ابو زعيطر المهم ما يقولش شنو دار ما نعرف منين طاح على واحد الهوتة نواف يا سيدي القبائل الكمامات
شنو شرا داك نوكيا القدامين تصرف لنا الخرك لا ابوز غير في الشكل يعاوني دابا باش غدا يا خالد نصبحو في الفيسبوك عرفت انا وياك عايشه اقسم بالرب غادي نصبحو في الفيسبوك الا دايرين طز ماشي لبز هرب طاب بلا ما طاب هرب هاري بعدا بوحدو تقدر تهرب له بوحدو هادو بثلاثة بهم وقرع تهرب من هذا الاخر الى اخر بثلاثة بهم كيتفكوش يا بيلي دير دير ابو زعيطر دير هو ابو زعيسر كومونتا عاوتاني دبرت عليها هما طقوا ابو زعيسر هو دخل قول له سرب لنا شي كوكوط راه الكوكوط دابا بقات تفرط على البزبوز مشكلة اي شوف ابو زعيسر ابو زيد غيضربك اشوف ابو زيكا ابو زيكا وي خويا يعني كنسمعك اخويا شوف راه ابو زايس راه يضربك ويسخرك شي تيو ديال التنفس كون هاني ما تخافش والله الا شفت مسكين داير واحد الفيديو كيدير تبارك الله تبارك الله انا دابا ما شفت واحد الطيار صافنا مسرد لنا الدواء الحبار ولا شي دواء المهم ديال كورونا باش نحيد واحد الميكاس السوايع دبرتي عليها شوف ها هو دا هو دخل هو دخل ابو زعيطر اخي عيط الراجا الصخره ديالك راه شدينا داك الكوكوط راه بدر علي تا هو دخل دبرتي عليها بجوج بهم في اللايف دابا ابو زيكا ابو زعيطر وبدر علي هما دخلوا هما كيكم حتى بدر علي كيكم ابطل ها هما ها هما يا اخي خلاص اه والله لا واعرين تبارك الله وصلى على النبي عليهم ها انت شوف هيثم الى هربتي من هذا هيثم الى هربتي من هذا يشدك هذا والى هربتي من هذا يشدك هذا اكيد بنت كريم كبير مواد تبارك الله 55 وعاونونا عاونونا بالبوطات يا ربي عرفتي مشى لشي لاكب عامر شي هوته عامر بالصبابط الكادرة في البيسكويتات داك التليفون او الصالوبيطات وداك الكمامات وكدا انزل عليه مهوته الله مصر 200 مليون داكشي كامل شراه بشي 70 الف فرنك قصر دابا مين شراو مع بوزيكا على شي قاوري كيدير داك الشيء ديال البال يا ربي طب مشكلة ضراري ما لقاش شي جوطيه حدا مو حتى هو كون سرد لنا عاوتاني داك سكيت داك سكيت بحال دابا فاكانس الثلج عمرو طاح في الثلج عمرو طاح في تازا وكيجيبوا لنا داك كيجيبوا السكيت كيبيعوه من هنايا داك ديال التصحلق مشكل ولكن ماشيش اللي واعره شكون هي عرفتي شكون اللي واعر هي ليلى الحديوي بغات تبيع معقم ب 250 درهم ايوا كرهت تفرج تفرج اخي هشام انا وياك كرز المعوق اش الكرز المعوق شحال سردوا لنا المغرب كله اش شحال الكراسات يسرد لنا عارف الكورونا دي طوخنا كاملين راه تيقول لكم اللي هضر يطيح على الكرسي والله الا كيف بنت كيطب لي انا كيطب لي الكراسات ولاني شحال الكراسه انا راه
راه في داك المحل الذي تقدى عليه داك الهوته في ديك الكاب اللي قلتي ديك الكاب اللي طاح عليه وايا ركز على داك الكون شرا ديك الشيء دابا بغيتي كنحل كون شرا ديك شحال يكون شرا داك الشيء شي 700 درهم بالاورو تكون هكا ضربه شي 15000 ريال واش ويلي دخلنا عليك بالله بوزيكا واش بغيتي هادشي هادي حنايا كنضحكوا خايت انت والله الا باغي كتدبر لي على جوي منزل والله بدراري ما لقيتش شي وتا هو ياك ياك بوزيكا ها بدراري كون لقى شي هوتا هو كون هبط فيها بدر هاري راه كومونطا في اللقطه اللي قلتي له والله ومد عليا يدو تلقطع لك قال لك اوكي زعما هي عندك هاك هاك يا شباب المغاربه فيها المعوقين الكريرسين وكذا ولكن ممكن اجي نسولك بوزيكا واحد السؤال بغيت نعرفه وي خويا بوزيكا وي واحد السؤال دابا شنو علاقه الكراس المعوقين بكورونا قال هذاك يا خير لا هذاك يمكن هذاك يمكن هادو دابا في لاباج ديالو يمكن دار خير هادوك كيديروا الخير الناس كيديروا الخير اخي هيش ولكن ما عندهم حتى دخل كورونا بالكراس دموع لا لا والله الا نهضروا المعقول اقسم بالله العظيم والله زعما كون كانوا الناس كاملين هاد الفنانه وهاد الابطال وكذا كون داروا بحال ابو زعيط صار وبحال والله دابا ماشي زعما راه كرانجي ولا زعما دابا خلينا ابو زعيط حيت قريتي ابو زعيط كاين في لي كومونتير ياك لا ماشي زعما كناكلوا الخليع ولا كنا كناكلوا الخليع اخويا هي زعما نقول لك جاب له وتاب 70 الف فرانك دابا حنا هي كنضحكوا سمعتي اخي ابو زعيط شنو قال قريتي لي كومونتير اخي ابو زعيط ها انت قرا لي كومونت شي اخي ابو زعيط شنو قال لك بانك انت لقيتي له وتا شريتيها ب 70 الف فرانك كتقول لنا ب 200 مليون واش 200 مليون لا هذاك بدراري هو اللي سرط 200 مليون قال لك وخاصه السخانه ناس شي 15 يوم في الحجر الصحي طلعت للدنيا في راسه 200 ديريكت كلافي وي واش بدراري واش بدراري قراتو خاصه كورونا ماشي كورونا هي السخفه لا عطى 200 شنو هي تخرج 200 مليون دقه واحده وي واش طاح في الحجر الصحي 15 يوم بدراري هذا الفقصه ديال 200 مليون مشكلة هذه خبر كريكو خرج الأستو مارتين كي دايرة ولا حق ربي لا هاي 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 أعطوا هذا الفاضل ولكن ما أنا هي ما فهمتش اللعبة ديالك واش كيتعاود عندك الفاضل يا الله ما نعرف هذا اللايف عندك أنت هي بحال ليميتاسيون خايا هشام ورا أنت اللي عندك كونيكسيون مدمرة دمار مخلصة خلاص اقسم بالله العظيم الى عندي الكونيكسيو من هنا حتى تخرج كورونا انا خرجت 700000 مره دابا ملي قريتي بان ابو زيكا كاين في اللايف وليتي كتشكر فيه ما فعيل ما والو هذا ابو زيكا انت كنتي طاح على وتا شراها من الهري ولا ما نعرف منين ب 700 درهم اوكي عاون الدراري عاون الناس سمعتين اخويا هشام اه لا زعما دابا نهضروا الهضره ديال نيشان اخويا هشام زعما كو هاد الناس هادو اللي مشهورين وهاد الابطال كان عليهم اخويا كاملين يعاونوا واخويا راه كل كيدير على قد جهدو عاوتاني راه كنتقاتلوا علينا راه كندير وبحال النيبت والقرش عمرك سمعتي عليهم عطاو شي 20 درهم لهاد المغرب ولا شي 100 ريال ولا النيبت قال لك عطا شي حاجه النيبت بحق الله تدرت له فيديو والله إلا تدرت له فيديو دقيت عليه عادهم يمكن وصلوا له جبت 60 مليون وطلع له الدنيا في راسه وقال لك سرضي مع السكرتير كنا هو اللي بس أنا سمعت قالك عطا شي 200 ألف فرنك عطا شي 40 ألف ريال واني بس في 2004 كانت عنده شي 2000 رموك وبلا القهاوي بلا الريستورويات وبلا الفلوس وبلا أوروبا كتفرض له واللبن في الثلاجة عنده الحليب عنده الخرا كامل البني ونازل لي البن والقروج عاوتاني كان كيجري وكنشجعوه وكدا ضرب الاولى ضرب داك الملاير الاولى وحتى حنا ما شديناش وفرط ما بقاش كيبان كاع بركان ما بقاش كيعمر فيها وين دخلنا عليك بالله
والله ما سردوا لنا حتى 10 درهم من داك الحزق كامل. حياتي كامله ضاع لي نقص لي النظر في التفراج فيه كنقرب للتلفازه. نقص لي النظر في البدر عارف شوف البدر غير معاك المزيان عطاك 1.5 مليون وانت دابا كتسيف عليه. هادي انت اللي دبرت عليها اخي عائشه. هادي تكون داير شي لايف حدا البحر مزبط كضرب في السبيريون حتى تطلقها وقف من الحق. هو دخل عاوتاني يا بدر علي دخل في الكومونت راه هو كومونت قال لك قالك ضحك بويزيكا قرا قرا والله ما كاين بالله راه هو دخل دابا كيقول لك واش من ناس هو بدر علي دخل قال لك يضحك بويزيكا اقسم بالله أخوي شوف شوف اخويا هشام انا الانستغرام ديالي واليوتيوب ديالي عمر بالناس برا اقسم بالله العلي العالي الناس برا شتي لي فيد برا راه ماشي هما لي في ديال هنايا هنا راه بنادم كيتفرج فيك جوج سوايع يلاه كتربح معاه شي 6 دريال تما بنادم كيدير لي في كتدخل لك 200 درهم 70 الف فرانك راه لي فيد برا راه الله يقوي علينا لي فيد برا لي فيد برا فيهم الفلوس اخي ودابا بدر هاري ودخل اسمع اسمع اسمعني اسمعني هشام اقسم بالله الى بدر هاري راه هنايا حق لا اله الا الله اخويا بدر اسمعني اسمعني والله اخويا بدر انت ما يقد عليك اللي خلقك اجمي هشام دير لنا شي فيديو الله يسهل عليك ودير لنا شي ديديكاس اخويا بدر ينطلعوا لي في انت بعدا مطلع الديريكت تركل والله الى راه هنايا قسما بالله اخويا انا انا سكريبي والله الى بدر اقسم بالله الا راه هنايا والله خايا بدر الا كطب لي انا كتعجبني داك ريكو والله شي نهار تندوخ ما بشي سما والله ما كره بدر كتفهم العربيه والله خايا بدر ما نكره ندير لك الكوتش نبقى انا اللي نطلع معاك للحلبه بالفوطا وكذا ونشجعك وكذا ونهضر لك في ودنا والله يجيبو روكي اللي كان في الهند ماشي ريكو والله خي حسن في الدراهنا سير القرع سير سير القرع سير عندنا درتي حسن الفدا وثاني حسن الفدا دخل مقرع جايب له والله راسو الزوين خاسر على راسو موس 30 بالحسانه ما حسن الفدا هو ما عطا والو قالوا لي شبعان فلوس هو ومحسن 30 ريال قال له واش كان هذا معك الروتشي جيتي دير في شهر 6 80 تمشي حسن الفدا حسن الفدا نجمي ما كيضحكنيش انا داك الانسان الصراحه والله ما كنكذب عليه ولا زعما راه حنا كنحسوا ولكن دبرتي عليها ولكن دبرتي عليها بدراري هو دخل لايف دابا بلا ما تقطعكي بين لنا قلت تخرج عينيك خرج عينيك فيه بين لنا فهاد بدراري قلت انت ما كتخافش منافق هما كيكتبوا لك منافق في لي كومونتير انت منافق هما كيكتبوها انت منافق سمعتي بدراري بديتي كتقول له عشيري وخويا وكذا ها هو يسرب لنا الفلوس ولكن حنا ما خايفينش منه كارثة داك بدر حق الرب العالمين وسير خليني نشم الكارثة ما كارثة والله تدبرتي عليها بالله يقبضك غير نفضك قلت لي شي سلسلة ديال السميات بلا تمشي خسرها في كندا قول راه عايش في كندا وما عايش في المغرب راه عايش في كندا عارفو انا عايش في كندا عارفو حسن الفد اش حسن الفد عايش في كندا الداودي عايش في طاليان اخي وما حصل ما بيناش عليه زماكري لا زماكري زماكري هذا هاني هذا اسمع هشام تيجي يدير سلسله فيها شهر تيدي 600 مليون من المغرب من الدوزيام يجي يمشي تفتح فيها في كندا ويبيعوا لنا حنايا انايا الضحكه الخاويه تبيعوا لنا في رمضان ولكن شوف شوف ولكن نضرو نضرو بصراحه يستاهل حتى لا هو يستاهل بعدا اي دي يخسرها هنايا ماشي ديال كندا يخسرها فهمتي فاش غادي يخسر الا الا بغى يديها بصحته ماشي حنا ماشي شغلنا هو بدر هاري كيكون انت اللي خلينا من القبال با هو بدر هاري فهو دا قال لك قال لك بويزي كضحك مع راسك والله ما نخافوا منه مع هشام اللولي معايا والله ما نخافوا الا هشام اللولي لا والو انت انت هو انت اللي نصب على بدر هاري دايلو 1.5 مليون هو سرد عليه مسكين ظريف ظريف مسكين ظريف ما كاين لا مسكين ظريف لا والو ولا تدبرتي عليها بالله ديتي له 1.5 مليون سبيتيه في فيديو ضحكوا عليه كلشي ديتي عليه درتي هكا ما درتي هكا فوق الناموسيه العالم الكره الارضيه ضحكات على ديك الفيديو تفقست خايب قصه خايب تفقست تفقست النهار كامل وانا شاد القهوه وحط القهوه وكنكونسومي ربعه الكونسوماسيون في التالي تجي دير له علاش علاش داك الدور علاش تفقستيني ما نكذبش عليك حنا مع الحق
انا فرحان بول بلادي هادي توخوش هي تهرس راه 7000 دابا اشوف شوف دابا نكتبوا نهضروا نيش انا يمكن ما كاينش بدر هاري اخي عايش راه كاين بدر هاري اصاحبي قول لي علاش انا غادي نعطيك عاوتاني ولاد الحساب ولاد الكالكيلاتريس اي بيزيكي الحزيق الحزيق 0 درهم كان عندك اللايف متواصل ل 1000 ولا ما كاملش طلعت معاك انا وصل ل 7000 خيص بدر هاري جي كومونتي عند الناس زعما داك الناس اللي عنده حتى واحد ما يتبعو ولكن لا كومونتي فشي لايف ما كطلعش بعد بان كومونتي واي هاي 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 قبيلة انا كان كومونتي لك الدراري كاملين كيشوفوني كيقولوا لك ها هو هو راه هنا والله الا راه هنا واش دابا كيكتبوها هو الدراري كيكتبوها هو في لي كومونتير واش كيتبلاو صافي الركبه ضرو ولا سرت مشيت تقود هي 716 عاوتاني حنا غادي نخرجوا المرض في الارض نبقى حنا ديما كنقلبوا عليك ولكن بديكا ولكن مال 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 ابو زايتر مالو شنو دار صافي 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 من تا والله العظيم الا باغي خلينا صاحبي راه حنايا اللي فينا كثير مع الكورونا قلنا شوف بوزيكا قلنا ابو زعيسر مالو شنو دار الله يسهل عليه قلتي شنو دار شنو دار منين تقدا داك الشيء شي هوته يمكن بشحال بشحال تقدا داك الشيء شطارك شطارك شي 70000 بشحال يكون تقدا داك الشيء دريت زاد اللايف هذا وصلوا له الله يرحم الوالدين دريت طاقي بدر هذا وما كيطاقي واش بدر هذا غادي يطلع دابا راه طلع قبيله هو يطلع دابا عاوتاني قول ايش انا اخي بدر هاري اقسم بخالق الكون والله ما زعما جريت ولا كناكل الخليع ولا اقسم بالله الا كنتفرج له بحيث كان جدي قدي قبل ما يعرفوه المغارب سردوا لي واحد الدري امريكا اقسم بالله قال لي شوف واحد المغربي كيدوخ البنات اقسم بالله انا تفرجت له البرتيه ديال مع داك بيتر ارت ولا بيتر ارت خلينا من القوالب بوزيكا دابا باش كتسمعوا دخل اللايف كتقاتها تسايس معاه والدراري راه عايقين فيك قالوا لك منافقه هما دوك يكتبوها لك وانت كديرنا هاد القوالب بوزيكا ايوا هاد بدر هاري داخل خارج ماله البليزير قرب يجيبو ولكن حسن الفد باش مقرع ب 30 ريال وهشام وهشام اخويا حق الرب لا ابو زعتر الى عدت هو حتى هو عد عد كومونطا دابا دخلنا عليك بالله واش كومونطا انا نشوف ابو زعتر سمعتي اخي شنو والله الا ابو زعتر ولاني ماشي هذاك اللي جاب الشطر هذا كيبان لي خاص صغير يمكن اشوف الله الا ابو زعتر الا دار الخدمه ديال الرجال اقسم بالله يا ريت تكون هذا الفنان وهذا السبورتيف ابو زعتر خلينا من النفاق ديالك ابو زيكا بانك من النفاق وسير ابو زيكا من التنفيق ديالك ها والله الا ظريف بالله والله الا سرد النفاسات وسرد البومبات كازا مع واحد والله الا لا دخل على واحد العوته عرفتي راه شي فيها شي 200 مليون ولا شي 300 مليون الله يعمر راس لها ابو زعيف بزيكا والله ما غادي تسمع خبرك هشام هشام بحيث يكون هنايا نهضروا فيه مزيان وما يخرجوا حنا الفن راه مازالين هنا ولا خرجوا يا ربي شكون مازال بوزيكا مازال شي واحد ما كلاشيتيهش كلاشينا شي واحد شكون ابريس لي وهرس هذا الفيلم ديالو والله ما كان عقل هما كيطاقيو عرفتي شكون طاقاو عاد دابا طاقاو دنيا باطمة دبرتي عليها دنيا باطمة هاديك ما عمري تصنت كنت كنصنت العم الله يرحمه راه طاقاو دنيا باطمة دبرتي عليها لا انا خاطيني من هذاك اخويا تحياتي للدنيا تحياتي ليلى تحياتي للجميع اخي هشام انت كتبان لي باغي باغي تدبر عليا ديجا انا واخا تدبر عليا انا ما خدام ما والو واخا نجلس انا بحال عقلت على راسي وانا جالس انا كنتبر على الدين اما كي طاقي وحليوه دبرتي عليها يدخل يربي عليك هنايا حليوه يمشي قود من هذا المنبر هذاك
واش هذاك واش هذاك مغني الدرقي وقديره بحال يد البيرجي وزايده واش فيه مالي يديه بحال هكا اللي يهضر معاه كيديرها طويلي 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 اللي كيهضر معاه دايرها ها واحد من بدر تلقى الكاس دبرتي عليها كيطاقيو حليوة طاقيو حليوة اجمي اخا يا هشام انا غادي نهضر الصراحة هاد الله غادي نوصل واحد الميساج ديالي فهاد 6629 لواحد الانسان اقسم بالله خويا هشام ما كنزيد عليه الا كان فان ديال 2013 وكذا وراه عندي الفيديو طلع معايا انا يلاه فيسبوك عادي هو عنده دابا المليون وكذا وطلع معايا مؤخرا وقال لي انا كنعترف بها كنت فان ديالك وكذا راه مازال مسجل شكون هذا شكون محمد الشروقات الشعر البيطان الشعر الاخطوبه هذاك حازق في باريس ولا ما نعرف ولا محمد الشروقات صاحبي ظريف لا مراس لا صاحبي ظريف اقسم بالله العلي العظيم الى تقلبوا ديال الراسطة في الكحل اقسم بالله اخي هذاك هذاك انا كان عندي عزيز اقسم بالله الا كنت كنسخروا في الواتساب حق لا اله الا خير فين كنتي كتسخروا بيزيكا الواتساب حق الرب العلي العظيم الا سرقوا شرى لي الوايد بالله العلي العظيم وما شراش لقاه غالي وما هاش مع الفلوس يمكن ولا ما نعرف سمعنا خيا يا مشات له الباج كانت مشات له الباج اقسم بالله الا كيدمع بحال البيض تخيل في ديك الباج ديال لايف داكور اخويا انا داك كون هاني اقسم بالله الا درت له لايف كان كيطلع انا اللايف شحال هادي راه من الدراري كيعقلوا القدام فين كيطلع لي 87 الف اخويا هشام اقسم بالله العلي العظيم كنت كندير داك الشيء دازار كان كنا كنضربوا في التوندونس فين كان كيبان شي واحد بهذو كاملين اللي دابا فين كانوا هي هذيك اخويا هشام اقسم بالله الا درت له لايف وهضرت مع لي فان ديالي قلت لهم الله يرحم لكم الوالدين حماده الشروقات خونا مشات له الباج تابوناو معاه وكذا لا ماشي هو اوكي راه حتى ابو زعتر هنا راه حنا غدا دي الصباح هذه الصباح من فيك سمعتينا اخويا هشام درت له لايف وطلع ها ما شوف قرا لي كومونتير كيقول لك بصح وطاقيوه ويطلع ويقول هاد الهضره هو دابا بحال كيطلع كيبان درويش وكذا ولاني انا اللي ضايق السم ديالو هذاك مسموم هذاك مسموم والله الا كنقطعوا فيه ولا كنهضروا فيه انا دار معايا هذا الفلاش اخي كرهته ما نكذبش عليك انا صاحبي فهمتي انا صاحبي ولكن اسمعنا اخويا هشام انا ماشي حتى انا كنصاحبي ولاني انا كنهضر على اللي كاين بنادم كيشد الفعايل ديالو بزاف ديال الناس كيبقاو يقولوا لي كيدير الفعايل ما عرفتش والله يرزيني في صحتي انا كنرزي في صحتي اخويا هشام راني كنصلي اقسم بالله الا مشات له الباج اسكت اخويا معليش هذاك كيسبني هذاك شنو كيسب حماده احسن منا باش احسن منا داك الشعر الاخطوبه حيد عليا انا مزاوك السيد حياته كامله وكيطريني داير بحال المسمار ديال الهند يديه دايرين بحال الشلغم ديال ديال سراق الزيت شو تبارك الله هشام مدفت خاطر بحال شي كاس ديال لافوكا بنادم اللي جاب خلاص هذه العقل كيولا مولاي سمعت اخويا هشام راه كيطاقيو في لي كومونتير دابا بحال اللي يكون كيتفرج في اللايف شروق انت بحال اكس وراه كيتفرج هذا يتفرج لحقاش ما عنده ما يدير راه طاير له النعاس مع هاد كورونا والناس كيموتوا تما وراه فايق ولا راه المهم دبر راسو حنا يشوف الله يسهل عليه الله يعاون حنا كنقولوا الفعايل اللي دارنا حنا الخصاين بنادم دابا ما عرفو جيب له والله حنا كنتعداو ولا كنضحكوا اقسم بالله خي هشام الا درت له لايف الناس مشات تابونا وعنده فلاشين جديده ديالو وكذا وكذا المهم ردينا فيه الروح وكذا وعاونوا الدراري وكذا انا مشات لي الباج اخويا هشام كانت فيها 500,000 كنقول ها هو دي فهم راسو ها هو ما رضيتش نمشي نقول له خيا وفتالي وليت كنهضر معاه في الواتساب دابا راه ما يكون مازال مسجل ملي كنقول له خي حماده وكذا 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 شنو دار اقسم بالله العظيم ما دار شي لايف ولا هضر عليا هز الليان ديال لاشين ديالي ورماه في الباج القديمه حيت هو كانوا داولوا الباج وكانوا ردوها له وكان حيت ردوها له كانت بحال لي تروطر ولا هو كيخدم في الجديده هي اللي دار طلعت له بزاف دار بها البز ومشى رمى الليان ديالي في الباج القديمه اجمي طلع لي وحق الرب ما بقيت كنفعو بالله حسن العوان الذي تزوجها حسن العوان ما شعره كي داير ما شعره اخطبط شعر البيطان ما يلا الشعر البيطان انا ماشي راجل ما نكذبش عليك ما
ما درش معي الخدمة درجة أنا طرف أنا فهمتي أنا هذا مزيان معايا ما نعرف أنا بعد ما كان أديستانس أنا راك تما فهمتي صافي خلي راسك بعيد السلام السلام وكذا هذاك ما صالحش أنا ما نكتبش عليك دار معايا أنا حيتاش أنا درت خيري سابق فيه وما ربحالو كل الشروقات كاين في لي كومونتير الشوم كي طاقيو ربحالو لي كون دخل حيت بزاف طاقاوي فهمتي أنا كنحلف بالله إلا كنت نطيع عليه شي باطل الله يعطيني شي قصيدة ما يلقاو في ما يجمعوا فيا اقسم بالله خيا هي جميله درت له لايف قلت لهم خوكم الحماده صاحبنا مشات له باج ابوناو عنده الله يرحم لكم راكم كتهضر بداك الخرطي ديالي وداك الشيء وانا مشات لي الباج والله الا هز لي انا مشار معاه في الباج القديم وبديت كنهضر معاه وكنهضر معاه وكنهضر معاه دابا شنو ولا كيدير بحال كي الدراري اللي فان ديالي كيمشيو كيقولوا له قوتي على مع بيزيكا وكذا كيقول لهم اجي نسمعكم لي اوديو كان كيطلبني نهز له والله وبالسيف راك درت لك لايف السي محا ولا ان خير الله ينعل أجل ما خليني جالس أصيب بابوجي قولك هو دار كومنتر هو كومنتر هو قولك شروقات كومنتر هما دوك يقولوا ما عرفتش راه هنا شروقات كومنتر شروقات كاين ما كيبانوا ليش أنا لي كومنتر أنا قالوا لي هو دا كومنتر ما عرفتش واش كومونطات داري كا هو كاين الشروقات ها هو جا يلا هو قال لك جا الشروقات يلا سمعوا سمعوا داكشي بغيتي تقول له هو وصل له راه كيسمع قال لي عاود اللايف شكون هو نعاودوا له حنايا الهضره خدنا عليك بالله واش هو ليكو نعاودوا له حنايا الهضره هاد الوقت يسالي ويجي يعاود ويسمع الا كنت غلط فيه انا قالوا لي الدراري ها هو دا كومونطا ها هو كومونطا الشروقات قالك بدر هاري تا هو دخل بدر هاري نجاوبو فين راك اخاي بدر هاري دابا نفنفن اخاي هشام ما هضرناش بزاف لا وهاني ماشي مشكلة الدراري غادي معانا عاجبهم الحال هما خاصهم يوصلوا هكا ما بغاوش العشرة يوصلوا لشي 10 هكا كون دابا طلع شي لوبيا كون وصلنا 100 هيا خلي اللايف هاد الليلة والناس ديالك غادي يشوفوا عاوتاني غدا بعد غدا غادي يوليو وغدا دير معاهم غدا الدراري غادي نديرو لايف ها القيتة الفلانية القيتة الفلانية وغدا دي بقيت على اللايف هاك واش فهمت اخويا غدا نطلعو مع 11 انا وياك ابو زيد 11 الليل اه ان شاء الله صافي 11 الليل نطلعو انا وياك غدا ان شاء الله ان شاء الله وتحياتي للجميع وي خويا اما داري حنا شادين بالله يا صاحبي دابا كون كان لايف دابا كون كان دابا عرفتي علاش دابا واقيلا اللوبيا مازال شاد لنا عباد الله نشوف واش اللوبيا مازال شاد يلا بارطاجيو اللايف الدراري طلع غير 10 هكا ومشيو بحالنا كاملين صاحبي 10 هكا نمشيو بحالنا كاملين انا والله الا فاند بدر هاري اقسم بالله العظيم الا كان هو عارفني كنطبع عليه اسرد لنا شي ميساج اخويا بدر هاري وغدا قول لي سير الفويستري اللوبيا مابقاش داير اللايف اللوبيا دابا رجع عنده شي صاحب راه دابا كيدير له المعصر مابقاش طاح دابا راه عباد الله خاص تطلع لعنا دابا بارطاجيو عباد الله راه غادي تطلع اللايف دابا يلا ما فهمتش علاش كيبارطاجي ما عرفتش انا كيطاقيو حليوه زعما شنو انت كطاقيو حليوه شنو ما فهمتش هشام اللي كيطاقي وحده ها انت هشام تسد حليوه تقبطو تبوسو تحطو فوق شي شجره بحال داك النعمه سيدي ربي الله العادل لا دابا انا ما فهمتش اش كيطاقي وحليوه زعما شنو معناتها كطاقي وحليوه زعما شنو فهم ما فهمتش انت طاقي حليوه زعما شنو بدر هاري راه كيتفرج يا اخي بدر هاري والله تندوخك بالله بشي حزقه مشكلة هادو حق الله لا مشكل كيطاقيو حليوة زعما راه غيعطينا العصا ولا ما فهمتش حليوة ولا طاقيت انا نسي عجرم فهاد اللحظة طاقيها رشيد شو فما طاقيو رشيد شو تا هو دير بحال شي بلومبي يفرعك رشيد شو اخايبي اباش والله اخي هشام نكره نولي صاحب بدر هاري ونبقى ندير له الكارت فهمتي نبقى نطلع له داك سيدي عليه وكذا والفوطا نقول له خي بدر هاري ما يدوخكش كاملين ولا 9 شهور عطير موه بيلي ضرب موه تيبان له السليب دالورق
مشكله دابا هادي حق الله. واش لوبيا 90 كاس صاحبي وحنايا ما وصلناش صاحبي وصلنا 7 كا الشروقات كومونطا قالك الشروقات كومونطا الشروقات كومونطا وعندو الوجه باش يكومونطي قالوك ماشي دابا احلى كامل اخويا هشام انا وياك راه القيح لا 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 بغيتو بيزي جايبان 8 كا 8 كا ما تبانش بيزي كا تيطلعوا 8 كا انا والله الا خرجت فيها بالهضره بالله حنا هي كنهضروا ساعتين ما بغى لا يطلع على 10000 الشهاد عرفت شنو داير بوزيكا داير بحال مختفون هذيك مختفون تي الازرق قديم او ما كيطاقيو لك اللوبيا دبرتي عليها اي جي يعطيك يعطيك العصا نيسان فين جيها في كازا انت انا في المعارف انا اخي ويلي ويلي في بنادم جيها في بنادم مستفت من داك المعارف يا اخي كتلقى بنادم مصبب بانون براي وكل شي كيهضر بالفرنسي وكل شي لابس مزيان لي مارك ديلوكس ضروري خاصك شي قدم ديال خاصك تكون كتبقى داك الجهه واحد العام شربنا واحد القهوه تما في داك زهرة ولا ما بقيتش عاقل حدا زهرة قلت له القهوه ما عرفهاش قلت له موي انا ما عرفهاش قلت له كافي ما عرفهاش واحد لي كونسوماسيون ما عرف كي دايرين تما وحق الرب العلي العظيم حتى اللي بديت كنقول له الكافي ما فهمتش انا عرف كي سميت القهوه تما تهضر مع السيد مع بواحد هضر مع بواحد قالك حليوه قالك حليوه جا بيزيك دبرتي عليها حليوه جا يقسمك على 17 والله تندير له الشداد البندير بالله والله الا قالك حليوه دخل هما كيكتبوا حليوه دخل ما كنصمتوش حنا حتى للطوباك غادي تجي تصنت على الخريوه ولا خريوه عبد السلام هذا حليوه كيكومونطي قالك راه حليوه جا انت والله الا كيكتبوا لك حليوه جا حليوه اخريوه كي طقيو لك اللوبيا راه كي طقيو اللوبيا دبرتي عليها دابا دخل حليوه والله الا راه حليوه كاين بالله اخي هشام شوف هذا هو اللايفات من هنا الفوق غدا ان شاء الله مع ال11 غادي نسميوه الدكديك هاد اللايفات سميت من الدكديك حنا ولكن واحد اللي وضحنا ها هو حليوه كاين اشوف اخي حليوه راك هنا اقسم بخالق الكون الى عمري سمعت لك بالله العلي العظيم اقسم بالله هاد حليوه كنسمعها في داك الطباليد الحلوه الحوانات الصحراوه زعما تقول لي زعما راه عندي شي صيدي ديالك ولا مطيري سارجي ولا انا من هذا المنبر اللي مازال عندك سيديات لا هما كيعرفوا الكلاشي وهما بالديات حنا عاوتاني من الكلاشات بالهضره هما رابورا حنايا حنا دوا وا 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 سالي شوف شوف خويا حليوه الا باغي تسلم الراب سير تسمك التوباك وترجم داك الشيء وشوفوا شنو كيقول كيهضروا على 100 مليار مشات له ماء وهانيه صاحبتي خانتني على حساب مول الحديد اللومبركيني الفيراري هكا كيهضروا انت كتدخل كتهضر كدا والدراري جامدين الدراري ناشطين الدراري حاسقين الدراري المشاكل حتى في الغنى ديالنا الاخر عندنا المشاكل الطبق كيهضر على النظام وعلى الدولة وكيهضر عنده الطوموبيلات بزاف والبنكة كاملة فلوس وكاملة بلع البنك سير فرص مالح راه عاد سنا كونترا مع سوني عطاوه 70 مليون دار لاباس راه الكونت عمر شكون هو؟ حليوة عطاتو سوني 70 مليون الله يسهل عليه حنايا كنضحكو يقول له يسرد لنا شي شوية انت يا والله لسنا مع سوني كونترا ب 70 مليون واحد دخل قال لك الفلوجه زعما الفلوجه هو اللي كيخراها وكتهبط باللونغلي زعما بلاصه راه غادي تشوف قال الله يبغي يتقطع معنا خويا راه اللايف يتقطع راه يتقطع اللايف واش نعاودوه ولا صافي لا لا عاني نقول لي الواحد نويط على هذه الفلوجه اللي داخل لي الواحد كلب زعما هو يتقطع الوقت 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 غيمشي قبل ما يكمل الوقت غادي نعطي الدق الفلوجه باش تعرف حتى الوقت كيف راه يتقطع بغيتي نعاودوه نعاودوه